شو زي شو فت عنكم يعني؟ انا كل اجتياح بخلع كل ما قبل يجي الجيش، خب عشان خوف على اولادي، وطلعت الصبح كلهم بيحكوا لي انه مفجرين البيت عندنا، هذا اللي بعرفه يعني. فيش فيش شيء عندي، شو بدي احكي لك يعني؟ بدي احكي لك كيف نسبة ضرر البيت، انت مبين يعني الصور عندكم انه البيت ضرر يعني كامل، يعني فيش لا يصلح السكن، حتى حد ممنوع حدا يفوته، انه يعني مبين مفسخ كلياته، العمدان كلياتها متاثره وبديش حدا يقرب عليه. انا يعني بدي يعني ما بلغه والله. ايش ممكن تحكينا اكثر عن بيت مساحته وكذا؟ له فتره ساكن فيه وهذا الشيء، ايش اثر انت من اليوم بلا مأوى؟ احكينا يعني. له بس 4 اشهر انا مشتريه، 4 5 اشهر بس، بعد مش مسمي.